طيب يا رجالة، عاملين ايه يا رجالة؟ ايه الأخبار؟ ايه الدنيا؟ ثانية كده، عايزين نوطي صوت اللعبة سوا وعايزين نتكلم كده على شوية حاجات هتحصل. سنة بس كده، شوية حاجات هتحصل في اللعبة مستقبلا. يعني جاي لك كده بآخر التسريبات أو آخر الحوارات. يعني هو في للكونسول للبلاي ستيشن هينزل النسخة البيتا يوم 13 اللي جاي، فيعني هنعرف التحديثات الجديدة فيها ايه، الدنيا بتاعتها فيها ايه. في فيفا دي بقى حدثوا فيها شوية حاجات تانية، يعني مثلا مبروك لكله انه كله هيجيب باستوني، كله هيلعب بباستوني. انا بس بلعب برشا معاكم مسرية وبحكي لكم الاخبار اللي انتوا تقريبا ممكن تكونوا عرفتوها اساسا. فكله هيجيب باستوني ببلاش، كله هيلعب مع باستوني ببلاش، كله هيجمع باستوني ببلاش. لو في اي مهمات صعبة اكتبولي تحت في الكومنتات وانا هرد عليك واقول لك المهمة تخلصها ازاي بسهولة. هي يعني عملوا نقاط تاخدها اكتر، نقاط بتاعت التوكن دي هتاخدها اكتر. الواد بيديني لايك، انا ما بحبش اي حد يعمل لي اي حاجه في الملعب، فعشان كده ايه بقفل الشعارات نخش نرزع. يا جدعان اللعبه الجديده، هل التشكيلات بتاعتنا هتتصفر ولا لا؟ لحد دلوقتي ما فيش اي اخبار مؤكده، بس بنسبه كبيره قوي هتتصفر. لان انت معلش، انت هتتصفر يعني، عشان دي لعبه يعني هتكون اف سي لعبه جديده، فاهمين؟ احنا بنتكلم في فيفا اللي هو اوخ ما تخلص يا فيرمينيو. مش عارف انت ما لقيتش غير هيسيو هرنانديز وتشوت عليه، والله العظيم. هات هاتوا هاتوا عم هاتوا كلوزة، ما تجريش وراه كده، هاتوا بس. ايوه كده عاش. طيب فاللعبه هتتصفر، اللعبه يا جدعان كده كده هتتصفر، ما فيهاش زعل، ما فيهاش يعني. انا شايف ان هي حاجه حلوه انها تتصفر، مش عارف ليه. والله والله الناس مش عارف بتزعل قوي لما بقول لها مثلا لعبه السفر. والله شايفها حاجه حلوه، تلعب من اول وجديد، تعمل لعيبه من اول وجديد، كلنا نبقى صفر كده يعني، فاهم؟ تبص تروح تلاقي اعلى لاعب مثلا قوته حاجه و80، فاهم؟ في متعه كده. ايه خش شويه كاكا. في ايه يا اسطى؟ يا اسطى في ايه يا اسطى؟ مش عارف ما بيشوتوش ليه ولاد اللذين دول. ماشي، فانت بيكون في متعه يا رجاله، في حلويات. نبدأ كده مع بعضينا كده ونشوف لعيبة تانية ودنيا تانية ونعمل تشكيلة تانية. وطبعا انت لما بتخش اللعبة يعني فلنفرض كده، تخيلوا معايا كده اتصفرت، اكيد هيدونا باكش كده، فاهم؟ تفريحي للكل يعني، فاهم؟ هيدوا باكش تفريح للكل. ففي مننا اللي هيطلع له يعني باكش تفريح للكل، اللي هو اكيد لاعب قوي تسند بيه. انا مش عارف بيخشوا في بعض اللعيبة بتاعتك، هيدوك باكج ايه قوي كده تسند بيه للكل، يعني تسند بيه يكون الباكج جامد. يعني انا كنت فاكر لما بدأ السيزون ده وبدأت انزل فيفا والعبها، كان جالي فان دايك. اوه ودي الكلام في ده يا روبرت فيرمينيو، جالي فان دايك وبعديها ادوني باكج تاني بعديها باسبوع. يعني هم ادوا في اول اسبوع باكج فور فري للناس كلها، الباكج ده كان غالي قوي يعني. يعني فاهم انت، بيطلع لك لاعب كده احمر، لاعب احمر ده كان تمانينات. فانا فاكر ان انا كان جالي فان دايك. فان دايك وقتها كان في السوق طبعا، ده ضارب يعني وقتها، كان اغلى كارت في اللعبة، فاهم؟ اللي هو كان اغلى مدافع طبعا حرفيا فان دايك طبعا، فاهم؟ وبعدها راح جالي بنزيما سي اف، عارفين النسخه السي اف بتاعت بنزيما؟ مش عارف ازاي ده ساب الكوره كاكا بالشكل الغبي ده. الله البنج بيضرب. فكنت بقول لكم ايه، فبتبقى حاجه حلوه كده، غير التعويضات يعني، غير ان انا سامع كلام كتير قوي كده عن التعويضات بس مش مصدقها. يعني مش مصدقها، عارف اللي هو بيقول لك هتاخد تعويض على حسب الاوفر بتاعك. طيب فنفرض ان انا الاوفر بتاعي قليل، طب يا باشا ما انت مش هتاخد يعني، فاهم؟ بص من الاخر كده، حتى لو ادوا تعويضات عشان بس اجيب لك على مراته، زي ما عملوا برضو في السيزون ده لما بدأ، حتى لو هيدوا تعويضات فهيدوا تعويضات ملهاش لازمه، قليله قوي. ممكن انت من اول يومين تجيب بثمن التعويض الكبير اللي اداه لحد كبير، اوفر كبير. فيعني اللعبه هتتصفر يعني باختصار. انا مش انا بقول لك كده وانا مفيش حاجه مؤكده، بس انا عارف ان ده اللي هيحصل. ولو ما حصلش انا شكلنا هيبقى وحش، بس عادي يعني، بس انا شايف ان ده اللي هيحصل بصراحه. ايه يا جدع، ايه يا جدع، ايه يا جدع، عايز تجيب عرضيه من فين يا اسطى؟ بعدين ده انا ما ببدلش، ده انا ما بلعبش، ده انا بحكي مع اخواتي يا اسطى. فاللعبه هتتصفر سكه ودغي عشان نجيبها على بلاطه يا جدعان. يعني ايه، استنى نلعب بخلد ونلعب الواد ده هنا والواد ده هنا. اللعبه من ناحيه هتتصفر. وبقول لك يعني، فاهم؟ احنا هنبقى معاك يعني، احنا هنبقى معاك، اللعبه هتتصفر واحنا مع بعض بامانه، من غير اي حاجه كده. انا إيه بتفتحوا لعب ليه كده؟ ان شاء الله العظيم حسيتهم مره واحده كده فتحوا لعب للمهاجمين بتوع الخصم. طيب للامانه انا خلاص اللعبه دي بدات اتخانق منها، بدات احس اني تقيل على قلبي قوي في الرانك، تقيل على قلبي في الجيم بلاي. حاسس ان انا محتاج اجدد، حاسس ان انا خلاص يعني، فاهم؟ بيت مخنوق منها، بيت كلها عرضيات، كلها نجاسه يعني، عارف؟ اتمنى بس ينزلوا جيم بلاي احسن
ونزلوا ان احنا نعرف نتحكم في اللعيبة بشكل افضل من ذي قبل، يعني فاهم، تحكمات في الخطة اكتر، يخلونا نعرف نعمل انستراكشن. يعني الناس اللي بتلعب بلاي ستيشن عارف فاهم الكلام اللي انا بقوله، والناس اللي حتى مش فاهم الكلام اللي بقوله، انستراكشن ده تعليمات لكل لاعب على حدة، يعني فاهم. يعني انا مثلا اقول لكلاوس ده ايه، ما تطلعش ما تطلعش، ما تسيبش المنطقة بتاعتك، فما يسيبهاش زي ما هو سايبها كده وهيجيب فينا هدف، فاهم. اقول للخولد امسك سي دي ام، بدل يعني هو الكارت سي ام خلاص، يعني هو الكارت سي ام في البلاي ستيشن، يعني اللي بيلعب بلاي ستيشن عارف ان الكارت سي ام اقدر احوله سي دي ام، اقدر احوله حتى سترايكر، يعني فاهم. هو في حاجه اسمها كروت مراكز، كروت مراكز دي اللي هو اللاعب لعب في انهي مركز، فانت بتقدر تحوله بنفس الاوفر لمركز تاني، يعني اللي بيلعب بلاي ستيشن فاهم الكلام اللي انا بقوله. بس يعني انا حتى اللي ما بيلعبش انا موضح، يعني هو انا مش بتكلم يغريفي، بتكلم عربي اصلا. فباختصار شايف ان ينزلوا مثلا ايه فود دريفت، يعني حد عارف الفود دريفت اللي انا بتكلم فيه ده، اللي هو ايه، انت بتدفع مثلا مبلغ وليكن مثلا 3 مليون 4 مليون، تخش كده 4 ماتشات ورا بعض، لو فزتهم، لو فزت الاربعه ورا بعض تاخد اسمه ده، يعني مش عارف ازاي العرضيه دي ما جاتش، تاخد لاعب مجاني، تاخد هدايا غاليه. فود درافت ده بيحصل في البلاي ستيشن يا جدعان، تمام. وبيكون مبني على ايه الفود درافت؟ الفود درافت ده انت بتلعب، يعني بتجيلك لعيبه كده ايه، انت بتختار تشكيله بس، الله عاش يا خالد، بتختار تشكيله بس، والتشكيله دي انت بتيجي على الاسترايكر، هو يجيب لك بقى ايه، تختار من وسط 5 سترايكر، وانت تحاول تظبط استرايكرات من كل لعبه كلها بتناغمها. فود درافت ده يا جدعان شوفوا فيديوهات ليها تعرفوا انا بتكلم عن ايه، والله العظيم حاجه عشق، حاجه عشق، حاجه جامدان قوي في البلاي ستيشن. فانا نفسي يعني يعملوها في الموبايل، ما عملوهاش لحد دلوقتي في فيفا موبايل والله العظيم، فانا نفسي يعملوها بقى في اف سي 24 بس. فيعني كويس ان احنا فزنا الماتشات دي، ودي يعني كان فيديو كده بسيط عن المعلومات اللي حصلت والتسريبات اللي حصلت كده، وانا رغيت معاكم في كل حاجه، رغيت معاكم في كل حاجه واحنا بنلعب الماتشات دي. فيعني ده باختصار ايه اللي هيحصل لما اللعبه تتصفر، ماشي. وقابل بينا كام، بينا 140، انا عمال بنزل بس، ماشي. السلام عليكم يا رجاله.